لم يمضي أكثر من شهرين على آخر مواجهات بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي، لتكون الحدود الشرقية لتركيا مكان وموعد اندلاع المواجهات من جديد. حزب العمال الكردستاني شن هجمات على مركز للجيش التركي في قرية بمحافظة هاكاري على الحدود العراقية، والجيش التركي رد بهجوم مماثل، ما دفع أنقرة إلى إرسال تعزيزات عسكرية وحشد قواتها على أطراف المحافظة. سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان لنقل الضحايا والمصابين الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات التي اعتبرت الأكثر دموية منذ حزيران يونيو الماضي. السلطات التركية عادت لتؤكد من جديد أنها ستستمر في حربها على ما وصفته بالإرهاب ضمن احترام التدابير الأمنية، بعد أن شنت أنقرة هجوما في السابق بريا وجويا واسعا ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني لطردهم من بعض المدن. ويبدو أن تركيا زادت من حدة هجماتها في الآونة الأخيرة ضد حزب العمال الكردستاني بعد ورود أنباء عن سيطرة الأكراد على بعض المناطق شمالي سوريا، ما جعلها تتخذ خطوات دبلوماسية وعسكرية لتحييد ما تعتبره تهديدا محتملا.